خلونا نشوف ردة فعله لما راح يشوف ساكورا. يلا لا 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 شو شو يضرب علي. يلا تيم شوفوا شوفوا والله تيم اسمع يا اصدقاء تيم اسمع يا هلا والله والله تيم اسمع يا اصدقاء. هو جاي هو جاي. يلا يلا يا ربي تيم يا رب. لا عرفته ما راح يتيم. عرفته انه ما راح يتيم. في هذا الفيديو يا أساطير جبت لكم فكرة أسطورية، وهي أنني سأدخل للذئب الوحيد بآدم وأقوم بعمل مقلب فصل النت وأرى هل الشخص اللي رح يجي ضدي هل سيتيم أو لا، وأقوم بالدخول مرة أخرى بسكين الساكورا أو الفيربس الأول وأرى ردة فعل الناس هل ستتيم معي أو لا. والهدف من الفيديو كامل هو أن نرى ردة فعل الناس في الذئب الوحيد بسكين من أندر سكينات وبآدم المسكين لكي نرى الفرق بين الساكورا وآدم النوب ونعرف هل سيتيمون مع آدم أو مع الساكورا. الفيديو سيكون أكثر من رائع، والهدف منه وهو ألا يتكبر أي شخص على النوبات. يعني أجد الكثير من الناس تجد عنده ساكورا أو هيب هوب يبدأ في التكبر على النوبات. يجب دائما أن تتواضع، من تواضع لله رفعه. مهم يا أصدقاء، هذا الفيديو فيه الكثير من الرسائل المشفرة، لذلك لا تنسوا أنكم تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد في الثانية الأولى. وهذا هو حسابي على انستغرام، لا تنسوا انكم تدخلوا عندي الانستغرام، الرابط سوف اتركه لكم في صندوق الوصف او في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت. والله حلمي بس انه يوصل لل10000، لذلك اتمنى الكل يدخل للانستغرام. وبدون مطولات اكثر دعونا نروح نلعب بآدم وايضا بالساكورا. اختصارا للوقت يا اساطير سرعت لكم الفيديو، رحت مباشرة ارتديت ادم، يعني لبست السكين العادي الخاص به، ونزعت افاتار ساكورا ونزعت ايضا السلاح من يدي وبدأت ودخلت للذئب الوحيد. سبحان الله، في بعض الاحيان تكون جالس في امان الله حتى تجيك الفكرة. يعني جاتني هذه الفكرة قلت والله راح اجربها، يعني اشوف الناس ردة فعلهم لما راح يعني لما راح ادخل بالساكورا ولما راح ادخل بادم. مثلا الان اول جيم داخل بادم، خلونا نشوف ردة فعل يعني الشخص اللي راح يكون ضدي، هل راح يتيم معايا ام راح يغدرني. متحمس اشوف ردة فعله. تخيلي تيم معايا يا اخي، تخيل تخيل بس تخيل يا اخي. شوف شوف كان على يساري كان على يساري. انا متاكد، شوف مستحيل، انا اقول لكم انه مستحيل يتيموا معايا بادم الا من رحم ربي. يعني لما يشوف ادم المسكين، يعني يشوف ادم المسكين عنده الاو ام بي وواقف في امان الله وحفظه، يجب ان يقتله. شوفوا المسكين، شوف 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 شوف, شوف. والله ما يعني حتى ما يوقف حتى بجنبك، بمجرد ما يشوف فاصل عليك النت مباشره يحب انه يضربك. شوفوا 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 وين رايح، شوفوا وين رايح. راح احاول انني اغدره. يلا يلا يلا، لا جابني هيد شوت الكلب. بدي اعمل له خدعه، يا رب تنجح معي يا رب. شوف 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 يا رب تنجح معي يا رب. يلا بان عليك الامان يا حبيبي، اضحك عليه يا ادم، اضحك عليه ادم يغدر. راح احاول انني اجيبه وان طاب. يلا لا لا شو 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 يضرب بالقنبله. شو 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 شو. يلا بان يلا ابلع. لا لا شو شو. والله اعطيته هيد قسما بالله. هذه المره راح احاول انني العب معه بتكتيك. يلا تعال. لا لا شو 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 يا اخي. لا 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 لا، عملت خطأ فادح فادح جدا. عادي عادي يا ادم، احنا اصلا مش هدفنا الفوز، هدفنا بس نعمل هذه التجربة الاجتماعية. للاسف ما تيم معنا بادم، لذلك راح نروح نلبس الساكورا ونجرب بالساكورا يا اصدقاء هل راح يتيم معنا ام لا. المهم راح احاول انني البس الساكورا كاملة يا اساطير. حبيت العب فقط بهذا السكين، ولكن في ناس ربما ما يتعرفوا على الساكورا فقط من القناع، لذلك راح نلبسها كامله وراح ندخل بها علشان الناس تعرف ان هذا ساكورا. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. هنا الموضوع مختلف. يا هلا والله بالساكورا، هنا الموضوع مختلف. انا متاكد انهم ما راح يتيموا معايا والله اعلم، يعني راح يحب انه يقسلني ويصور فيديو وكذا، فاهمين كيف. وينو وينو، بس بدي اشوف ردة فعله لما راح يشوف ساكورا كامله داخله معاه في الدبل واحد. لا 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 شو راح يغدرني. لا لا لا، جات عندي جات عندي جات عندي. شوفوا بتسيم شوفوا بتسيم. يا هلا والله والله بتسيم يا اصدقاء، والله بتسيم. يا هلا والله، شوفوا شوفوا والله بتسيم معي يا اصدقاء. شافت الساكورا مستحيل انها ما تسيم. لا لا تعطيني قلوب، والعياذ بالله لا تعطيني قلوب. سامحيني فانا لا اصافح النساء. لا تعطيني قلوب. شوفوا شوفوا يا اصدقاء، والله تيمت معايا. يعني لما شافت الساكورا، لا تعطيني قلوب يا اخي، لا تعطيني قلوب. يمكن حتى يكون ولد وبيعطيني قلوب. شوفوا الكلب.
المهم يا اصدقاء عادي عادي ليفلو 76 شفتوا يا اصدقاء ليفلو 76. المهم الحمد لله انه تيم معنا لما شاف الساكور. شوفوا 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 حتى الجوله الثانيه بيتيم معي. شوف 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 بتعمل لي قلوب. شوف يا الله والله بالقلوب يا الله والله بالقلوب. شوف شوف ليفلها 76 يا اصدقاء. شوفوا راح تغدرني راح تغدرني ضربتني عادي عادي يعني عطتني القلوب بعد ذلك يعني قتلتني عادي عادي راح اغدرها غدر اسطوري. شوف شوفوا بيتيم معايا وانا حامل شوتجن. شوف شوف بيتيم معايا. شوف شو راح اعمله. يلا وين راسك يلا تعال راسك يلا خليها بس توقف بس توقف يلا اوقفي اوقفي يلا ابلعي لجدتك العنب ابلعي الساكورا يضحك عليك ولكن ايضا راح اعطيك قلوب يا اخي. لا تقولوا انني خاروف ولا والله مش خاروف ولكن هي ايضا اعطتني قلوب يعني راح احاول انني العب معها وان طاب. يلا يلا العبي العبي يلا العبي وان طاب يا اخي يلا 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 العبي العبي يلا تعالي لا 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 شو 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 يلا باني عليك الامن باني عليك الامن يلا ابلعي ابلعي اعطيتها هيد اعطيتها هيد اوكي اوكي لا 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 شو 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 كيف قتلتني انا اعطيتها هيد وقتلتني يلا تعالي يلا ابلعي ابلعي شفتها ما شفتها لا 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 ما شفتها ما شفتها الحمد لله حصلنا على اول وحده تيمت معنا لما شافت الساكورا اما ادم المسكين ما تيم معاه ولا واحد راح البس ادم واجرب به جيم يا رب بس واحد يتيم معنا تجربة آدم المرة الأولى ما نفعت معانا وللأسف يعني ما تيموا معانا ويعني وقتلونا يعني بمجرد ما دخلنا. أما تجربة الساكورا تيمت معانا تلك الفتاة والآن رح نعطي فرصة تانية لآدم نشوف هل رح يتيموا معانا أم لا. يا رب بس يتيم معانا يا أخي بدي بس واحد يتيم معانا في هذا الفيديو وأنا لابس آدم ومش لابس ساكورا. يلا نشوف هل رح يتيم معانا أم لا. يلا صراحة هو قادم هو قادم يا رب يتيم يا رب يعني لا 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 لا, لا المستحيل يتيم معاك يا أخي. شوفوا الكلب قتلني قتلني مباشرة يعني حتى بدون تفكير لما يشوفوا سكين نوب ما بيحبوا يتيموا أبدا. شوف شوف شوفوا بيضرب علي شوف شوفوا 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 راح يقصني والله راح يقصني عرفتها عرفتها يعني من حركاته عرفت أنه بده يقصني مش يعني أفعال تتييم وكذا مباشرة. شوفوا مباشرة راح يقصني شوفوا الكلب شوفوا شوف مباشرة راح يقصني. لو كنت لابس ساكورا لعمل فيها أنه ملك يبقى يجلس ويوقف يعني فقط كل هذا من أجل أنه في الأخير يبعث لي طلب صداقة. أما بآدم المسكين مستحيل يتيم معه. قادم 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 يلا يا أخي يا أخي واحترم آدم يا أخي من بين أقدم الشخصيات في اللعبة من 2017 ما تحترمه والله حرام عليك. راح يظني أنني ما زال يعني فصل علي النت وراح أصدمه. يلا ابلع ابلع جبت طلقة رأس والله جيب ست طلقة رأس يا أصدقاء بالأوائم. وينك 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 يا حبيبي وينك وينك وين لا 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 ما شفته ما شفته ما شفته ما شفته يا رب يا رب أعمل دمي أعمل دمي فقط أعمل دمي فقط. شوف 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 بفرقع التلج لا 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 يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب لا 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 مع الأسف مع لا شوفوا شوفوا بيضحك الكلب. راح نلبس ساكورا وندخل مرة أخرى علشان أأكد لكم في هذا الفيديو أن فري فاير أصبحت مظاهر يعني مظاهر فقط. يشوفك لابس ساكورا راح يتيم معك. يا بسم الله وخلونا نجرب حظنا بالساكورا نشوف حظ الساكورا هل يعني لما يشوفوني يعني فاصل علي النت هل راح يقتلوني أم هل راح يتيموا معايا. هذا اللي راح نشوفه في هذا الجيم. أوكي راح نشوف ردة فعله لما راح يشوفني فاصل علي النت هل راح يتيم معايا أم شو راح يعمل. اوكي اسمع 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 خطواته يا اصدقاء خلونا نشوف ردة فعله. شو 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 قتلني والله قتلني والله راح اخرج يا اصدقاء شاف الساكورا ويقتلني راح ادخل جيم ثاني يا اصدقاء. هذا الشخص ظاهر عليه انه نوب يعني فقط من لباسه ظاهر عليه انه نوب جدا يعني ما يفهم حتى شو معنى الساكورا. خلونا ندخل جيم ثاني. هذا الشخص احسه يعني فقط من البانر ومن الاسم يعني ظاهر عليه انه فاهم في اللعبه شويه وراح يعرف انه هذا الفاير باس الاول. خلونا نشوف ردة فعله هل راح يغدرنا هل يعني راح يقتلنا شو راح يعمل ام انه سيتيم معنا. شو بيضرب علي بيضرب علي شو 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 لا 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 يا رب يتيم يا رب شو شو يا هلا والله والله العظيم شو 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 بيعمل سكرين شوت بيعمل سكرين شوت والله بيعمل سكرين شوت يا اصدقاء على ما اعتقد يعني استغفر الله العظيم يعني انا مش متاكد ولكن اعتقد مليون في المئه انه يعمل سكرين شوت يعني من تلك الوقفه. شو بيتيم معايا يا هلا والله حبيبي والله والله بيتيم معايا يا اصدقاء. طبعا يا اخي بكل صراحه يا اخي الفاير باس الاول يعني يحسك انك قديم في اللعبه يعني كاحتراما لي يجب عليك الا تقتلني وان تتيم معايا. شوفوا 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 شو بيعمل يا اصدقاء والله بيقتل نفسه في الزون. شو قتل نفسه في الزون والله قتل نفسه في الزون وخلى لي الجيم
والله كفو عليه، والله العظيم كفو عليه يا اصدقاء، خلى لي الجيم، والله خلى لي الجيم. يا هلا والله، شوفوا شوفوا بيتيم معايا كمان، يا هلا والله، خذ لك هذا القلب، والله كفو عليك بكل صراحة يا اصدقاء. هذا الشخص اذا كان يشاهد هذا الفيديو كفو عليه بكل صراحة يا اخي، والله العظيم صراحة. انا اعرف، انه يعني فقط بالمظاهر لو شاف ادم كان راح يغضرني، ولكن رغم كل هذا يا اخي ساكورا لها هيبة خاصة، والحمد لله انني سمعت مرة اخرى انهم ما راح يرجعوها، يعني راح تبقى بهيبتها ان شاء الله. شو راح اغضر، يا اصدقاء، راح اغضر. ابلع يا حبيبي ابلع، خذ لك قلب، امزح امزح فقط، لا تغضب علي. هذه المره جاي عندي حاقد، شوف شوف والله جاي حاقد، بمجرد ما اتى ضربني، ما في تتييم، ما في سلام، ما في كلام. يلا خلونا نشوف ردة فعله. يلا تعال، راح اضربه. لا 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 لا، اوه كان بدي اغضره، لكن عادي، كفو كفو. شو شو بيتيم، يعني بيقول لي اسف، والله اسف يا ساكورا، ولكن انت اللي غدرتني اولا. كفو كفو، اجتاز الاختبار ويعني وتيم معايا. راح احاول انني العب مع وان طاب. يلا العب، يلا العب 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 يا اخي، يلا العب، يلا بان. ابلع يا حبيبي. لا لا، ما جبت وان طاب. يلا بان بان. لا 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 لا، كان شويه راح يقصني. لا لا لا، يا رب يا رب يا رب، اعطيت وان طاب، وان طاب. اوكي اوكي، يلا وان طاب ثاني. يا هلا والله كفو يا اخي، الشوت جان المطور ما بيمزح رغم انه ليفل 3 فقط. يلا بان، وينك وينك، يلا بان، يلا بالشوت جان. ابلع يا حبيبي ابلع. صراحة انا سعيد وغاضب في نفس الوقت، سعيد لانه تيم معايا في الاول، ولكن غاضب لانهم يتيمون فقط مع الساكورا. اما النوبات يعني لو كنت لابس ادم انا متاكد كان راح يقصني بدون تفكير. وينك يا حبيبي، شو شو شو، كان راح يجيب في الضربه. شوف شوف، يلا ابلع يا حبيبي، ما في سلام ما في كلام، انتهى الموضوع. ساكورا يجيب البويا. الان ان شاء الله راح تكون عندنا اخر تجربتين بادم وبالساكورا. نلبس ادم بهذا الشكل. وينك يا ادم، وينك وينك، هاو هاو، نلبسه بهذا الشكل. هذه المره الثالثه التي اجرب فيها ادم، وخلونا نشوف حظ ادم للمره الثالثه، هل سيتيمون معاه ام لا. شوف شوف، بمجرد ما وصل، شوف بمجرد ما وصل ضرب علي. شوف شوف شوف، البوت جاي عندي مباشره لكي يقصني. شوف شوف، ما في سلام ما في كلام، جاي عندي مباشره لكي يقصني. شوفوا شوفوا الكلب، يا رب تنجح معايا الخدع. راح احاول انني اغدره. يلا تعال ابلع. ابلع يا حبيبي ابلع، راح يكره نفسه في هذه اللحظة، يعني جاي عندي برجليه وأنا واقف فقط، زوميت له على الرأس وقتلته مباشرة، ما في كلام ما في سلام. يلا اقتلني عادي، ما في أي مشكل، اقتلني ما في أي مشكل، المهم أنني غدرتك غدرة في حياتك ما راح تنساه. لا 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 لا، راح يقصني. لا 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 لا، يا رب يا رب يا رب ما يقصني، يا رب ما يقصني، راح أعمل معاك المستحيل يا كلب. ابلع على جدتك الوالدين الصالحين. يلا آدم يجلس على الكرسي، آدم الأسطورة يضحك علي. ابلع يا حبيبي ابلع ابلع، ما في وان طاب، ما في وان طاب، ما في اي شيء، احنا نعرف بس نقتل ونضحك. بان عليك الامان. ابلع يا حبيبي، ما في سلام ما في كلام. وينو هذا يا اخي؟ لا لا لا، شو غدرني ساعة وانا ببحث عليه، في الاخر غدرني. يلا بان بان، يا رب ما يغدرني، يا رب. شو شو جاب لي الدورة، عرفتها 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 عرفتها، عرفته انه راح يجيب لي الدورة وراح يقتلني. كيف ما شفتم يا اساطير، لعبنا 3 جيمات بادم وما حدا تيم معنا للاسف، والساكورا لعبنا به فقط جيمين، وهذا سوف يكون هو الجيم الثالث. وكما شفتم الساكورا دائما يتيمون معنا، وراح نشوف هذا الجيم ايضا هل سيتيم معنا هذا الشخص اللي راح يكون ضدنا. خلونا نشوف، ظاهر من اسمه فقط انه راح يكون نوب شوي، يعني ما اقصد نوب في اللعب، ولكن ربما ما يعرف انه هذا سكين الساكورا. المهم خلونا نشوف، اذا يعني قتلني راح اخرج والعب جيم ثاني، لانه فقط راح يكون مش فاهم في الفاير باس. شفتك شفتك، يلا بان. شوف 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 شوف، قادم قادم عندي. شوفوا 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 شوفوا، والله ما قتلني، شوفوا والله يتيم معي. شوف ينزل ثلج. والله يتيم يا اصدقائي، اعتقدت انه نوب. شوف شوف، يرمي القنابل وبالاشياء التي عنده. انا قلت مع نفسي انه نوب، يعني ما راح يعرف الساكورا، لكن والله عرفها. شو بتعمل يا حبيبي، شو بتعمل، شو بتعمل؟ راح اموت بس عادي، المهم انني راح اموت في الزون. شو شو شو، والله ما ضرب علي وما قتلني ولا اي شيء، والله تيم، والله كفو علي. جاي لعندي، شوفوا جاي لعندي. يلا خلونا نشوف ردة فعله. شو بينزل علي التلج، يعني ما بعرف يعني شو شو المعنى من هذا الشيء، اللي يعرف يكتب لنا في التعليقات ليش يعني ينزل ثلج بهذه الطريقه. يعني عامل فايت مع نفسه، شو شو عامل فايت مع نفسه يا اخي. وين راح هذا، وين راح، وين راح يا اخي؟ شو تم استبعاده، والله تم استبعاده. شو شو قتل نفسه وخلى لي الجيم وكمان اعطاني لايك، والله كفو يا اصدقاء. شفتم شفتم يا اصدقاء، خلى لي الجيم
وفوق ده كله اعطاني لايك. في الاول لما شفت اسمه قلت مع نفسي انه مستحيل يتيم معايا، لكن يعني يعرف الساكور. فليشهد العالم ان فري فاير صارت مظاهر فقط. شوف 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 بيرمي بالقنابل وهذه الاشياء. شو رايكم اغدروا يا اصدقاء؟ اغدروا؟ لا لا ما راح اغدر، تعرفون ليش؟ لانه يعني خلالي الجيم وكذا، يعني ما راح اغدر. راح للزون مره اخرى، شوفوا شوفوا راح للزون، راح للزون يا اصدقاء، راح للزون. شو قتل نفسه في الزون؟ والله قتل نفسه في الزون يا اصدقاء، خلالي الجيم مره اخرى. شو يعمل هذا؟ شو يعمل؟ شو نزلت الجو؟ نزلت الجو يضرب عليها. شوفوا نزلت الجو يضرب عليها. خذ لك قلبي يا حبيبي، والله كفو عليك. شو نزلت الجو يضرب عليها يا حبيبي؟ شو بتسوي؟ شو بتسوي؟ اعتقد انه بده يغدرني. شو شو شو؟ لا 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 لا، شو ضرب على نفسه بقنبله. شو بيدمج نفسه؟ شوفوا بيدمج نفسه يا اصدقاء، شوفوا يموت من اجل الساكورا، من اجل حبيبه الساكورا. شو رايح للزون؟ رايح للزون. والله قتل نفسه في الزون يا اصدقاء، والله صراحة يعني والله الساكورا شيء فعلا اسطوري. صراحة الان فهمت ليش اللي عندهم ساكورا يتكبروا. يا اخي يشوفك بتتيم معاه وبتحبه وبدك تبعث له طلب صداقة، يظن نفسه انه هو لا اعرف ماذا، هو الملياردير ولا شو. يا اخي الساكورا سكين عادي جدا يا اخي، مثل ادم مثل الساكورا. يعني كيف ما بيتيم مع الساكورا تيم ايضا مع ادم. يعني كما شفتم في هذا الفيديو، يعني الساكورا تيموا معانا يعني 3 مرات، اما ادم المسكين ما تيموا معاه ولا مرة. وين راح هذا؟ وين راح يا اخي؟ وين راح؟ تم استبعاده، قام بقتل نفسه في الزون مرة اخرى. يا ربي خلي لي بس الجيم الاخير. فليشهد العالم لاول مرة في التاريخ راح نخرج ببويا من الدئب الوحيد بصفر دمج. شوفوا يا اصدقاء، شوفوا شوفوا شوفوا، انا صفر دمج وهو ايضا صفر دمج يا اخي. تبقى فقط جيم واحد. شوف يضرب نفسه بالقنبله. ماذا تفعل يا اخي؟ ماذا تفعل يا اخي؟ اعميتنا، ماذا تفعل؟ شوفوا راح للزون للمره الخامسه. شوفوا والله راح للزون، والله كفو عليك. خذ لك قلبي يا حبيبي. بويا، تعرف شو معنى هذا؟ بويا بصفر دمج يا اخي، والله بويا بصفر دمج. شوفوا شوفوا راح اخرج بهذا الشكل، راح اوريكم. شوفوا صفر قتلات صفر دمج، وهو ايضا صفر قتلات صفر دمج. خذ لك لايك يا اخي وكمان طلب صدقه، والله كفو يا اصدقاء. يعني والله لا اعرف كيف راح اعبر لكم، شيء فعلا غريب يا اخي. لما تدخل بسكين اسطوري الكل بده يتيم معك. لو دخلت بادم لكان قتلني في اول جوله. المهم يا اساطير، هنا سنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، واتمنى انه هذا الفيديو يكون اعجبكم، واذا اعجبكم فلا تنسوا انكم تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد في الثانية الاولى. وكما شفتم في هذا الفيديو عملنا مقارنة في الدئب الوحيد، دخلنا بادم وكما شفتم ما حدا تيم معنا للاسف. اما بالساكورا يعني تقريبا الكل تيم معنا يا اساطير، ما حدا قتلنا. يعني هذا اكبر دليل على انه الناس يعني يعني فري فاير صارت مظاهر فقط. يشوف عندك ساكورا يتيم معاك، اما يشوف عندك ادم يعني ما راح يهتم بك ابدا، او اي سكينات من سكينات النوب، وهذه هي الحقيقه للاسف. المهم يا اساطير شكرا لكم على المشاهده، وهذا هو حسابي على الانستغرام. لا تنسوا انكم تدخلوا عندي الانستغرام، رابط سوف اتركه لكم في الوصف ايضا في اول تعليق متبات. وبدون مطاولات اكثر، شكرا لكم على 101,000 مشترك، والسلام عليكم.